السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا النهارده تحديدا احنا موجودين في موسكو، وتحديدا قدام جامعه من اقوى الجامعات الروسيه، جامعه الصداقه بين الشعوب. كل سنه طيبين. النهارده اول يوم في الدراسه في روسيا، كل الجامعات الروسيه وكل الطلاب اجانب وروس ومدرسين ودكاتره بيحتفلوا باليوم الجميل ده. النهارده احنا موجودين فين؟ موجودين في جامعه الصداقه رود ان. الصداقة. ان انا مش هشتغل الا على الجامعات اللي هي تستاهل ان الشباب والبنات يسافروا ان هم يدرسوا عليها. طبعا جامعة زي جامعة الصداقة جامعة معتمدة من قبل المجلس الأعلى، بعيد عن قرارات المجلس الأعلى، ان يكفي ان الجامعة دي موجودة في العاصمة الروسية موسكو. الصداقة هندخل فيها النهاردة، هوريكم الجامعة عاملة ازاي من جوه، وهنحكي انا والشباب معانا عن الجامعة تحديدا وعن كل ما يخص جامعة الصداقة. طبعا النهاردة تحديدا 1/9 اللي هو اول يوم بالنسبة للدراسة للتخصصات في دولة روسيا الاتحادية. النهاردة في روسيا بيعتبر اول يوم للخريف تحديدا، يعني هي اللي فيها مش روس فقط ولا عرب فقط، بل الجامعه دي بتضم جميع جنسيات العالم، لان الجامعه دي معترفه عالميا. ولكن انا بوجهها كلمه للاباء والامهات، لو انتوا تقدروا ان انتوا تدخلوا اولادكم الجامعه ديت يبقى دخلوهم، لان دي جامعه تستاهل من قبل المجلس الاعلى ومن العالميا لو انت بتفكر انت تاخد شهاده فعلا كويسه. المهم مش هشرح كتير على الجامعه، احنا المفروض دلوقتي هنخش الجامعه جوه. على فكره هي بتدرس صحافه، هي مش بتدرس طب، هي بتدرس صحافه. Я всегда хотела поступить с 9 класса, и это была моя мечта, потому что я всегда хотела лингвистику, и здесь очень сильно языки. Плюс я знаю, что здесь преподают носители языков. И, в принципе, я всегда была заинтересована в культурах других людей, то есть традициях. Это мне всегда было очень интересно. И также из-за студенческой жизни, из-за того, что здесь красивый класс. Да, конечно, это дружбонародно. А вы? Ну, для меня РУДН – это международный университет. Мне было важно научиться общаться с людьми из других стран. Для меня это очень интересно. Здесь очень интересные программы, музыки и очень веселая студенческая жизнь. Ага, а вы? Вот соглашусь с девочками, которые тоже журналисты. Я тоже согласен, да. Нет, которые именно журналистки. Для журналиста важно коммуницировать, общаться с людьми, находить новые знакомства, а РУДН, мне кажется, это лучшее место для этого. А вы? Соглашусь с девочками. Да, из всех университетов РУДН показался мне самым крутым, самым классным, поэтому я выбрала именно его. Именно Москва, я тоже люблю Москву. Оставайтесь. Петербург лучший, любимый город. Ну, а для вас это недорого поступать в международный? Здесь очень много скидок, которые дают возможность обучаться на любую профессию, да. И при этом есть возможность работать. То есть это очень здорово. Мне кажется, каждому подойдет. А вы с Москвы? Да. Здесь очень много арабских студентов. Да. А мы тоже арабы. Но нам интересно, как вы смотрите или какие у вас точки зрения на этот народ? Очень положительные. Да, арабы еще не иметь дела с ними вообще еще, да? Нет, никакого конфликта. Да. Сирия, ну, арабы, да, вот мы все арабы. Ага, две публики. Сирия. Вы еще не видели? Ну, да. Арабы, да? Да. Да. Не, я была в Египте много раз, очень много раз. Да, Россия это очень огромная страна, поэтому учитесь. Будущее у вас впереди. Вам удачи. Да, удачи вам. И здоровья, конечно, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно знакомиться.
احنا هنا واقفين قلنا الصداقه. معظم الناس اللي هنا بتدرس مش طب فقط، هنا بيدرس كل التخصصات، حتى الصحافه، الاعلام، التلفزيون، كل شيء موجود في جامعه الصداقه. الجامعه دي قويه جدا اقسم لكم بالله، خارج موضوع تصنيف الجامعات ان الواحد بيتكلم عليها، ولكن كشرف ان الواحد يقف قدام جامعه زي جامعه الصداقه. الدكتور يحيى هو طبعا طب بشري جامعه الصداقه، الرئيس ديت اللي بيجمعني بيها ان احنا عيال بلد واحده، والله ولا مصلحه ولا اي حاجه، اللي بيننا وبينهم عيش وملح. والراجل ده من اهل الصعيد، وانا قلتها وباكدها، اللي ما عاشرش صعيدي ما عاشرش راجل. طبعا دلوقتي المفروض ان احنا هنخش الجامعه من جوه وهتكلم عليها، تمام، وهنظهر الجامعه من جوه. على فكره التحضيري في الجامعه ديت عامل 4000 دولار، تمام. الجامعه هنا متوفر لها السكنات بتاعتها قصادها بالظبط، يعني الطالب ما بيضطرش ان هو يروح اماكن بعيده او بيحتاج مواصلات ان هو يوصل للجامعه هنا، ولكن هي غاليه الصراحه. ولكن انا كوجهه نظري كجامعه زي ديت هي سعرها يستاهل، لان دي جامعه عالميه عموما، والتحضير فيها من اقوى التحضير اللي موجودين في روسيا. انا قلت قبل كده ان جامعه الطب الثالث اللي موجوده في سان بطرسبرغ اقوى جامعه تحضيري، هي فعلا من اقوى الجامعات اللي بتدرس السنه التحضيريه. دي جامعات يا اخوانا، لما اجي اتكلم على جامعه زي جامعه موسكو، زي جامعات يكاترنبورغ الفدراليه، زي اي جامعه فدراليه عموما، او الجامعات الكبيره لها اسمها، لها تعليمها، لها ثقافتها، المدينه لوحدها والعامل الرئيسي اللي بيخش على الطالب ان هو يدرس في مدينه كبيره او في جامعات كبيره زي ديت، دي بتهيئ للطالب ان هو فعلا بيبقى عارف ان هو داخل طب وهندسه. انما لما باجي اتكلم على الجامعات الفئه المتوسطه، طبعا كل واحد فينا بيخش الجامعات اللي على قد ايده او اللي هي على قد الحسبه الماديه بتاعته، بس مش معنى كده ان هي جامعات قمه. جامعات قمه زي جامعات سان بطرسبرغ، زي جامعات موسكو، زي جامعات يكاترنبورغ، زي جامعات سيبيريا. الجامعات دي كبيره، الجامعات دي ليها تقنيه عاليه جدا من التعليم، لها فئاتها في وسط المجتمع الدولي مش المجتمع الروسي فقط. يعني مثلا جامعه زي دي اسمها الصداقه بين الشعوب، يعني هي معموله ان هي تضم الشعوب كلها مع بعضها، مش زي الجامعات التانيه. الجامعات التانيه هنلاقي جنسيات معينه موجوده فيها، انما هنا اغلب اللي بيدرس فيها اوروبيين ولاتينيين وافارقه، يعني اكاد اقول ان هنا الجنسيات الاجنبيه اكتر من الروس نفسهم. طبعا احنا كده داخلين المبنى الرئيسي تحديدا للصداقه. داخل الجامعه تحديدا هنا بيكون في الريسبشن موجود، وبيكون كل طالب الكارنيه بتاعه بيخش بيه الجامعه. طبعا ده المبنى الرئيسي تحديدا، يعني هنا حتى لما وقفت الشاشه بتاعتي او الصوره بتاعتي ظهرت قدامنا. فشرف ان الواحد يقف قدام جامعه زي ديت الصراحه. احنا داخل جامعه الصداقه، دي داخله بتاعتها، ودي اول ما بتخش جامعه الصداقه بتلاقي تحديدا المكان اللي احنا واقفين فيه ده. طبعا هي النهارده زحمه لان النهارده اول يوم دراسه بالنسبه لهم، ولكن هنحاول ان احنا ناخد جوله نوريكم الجامعه عامله ازاي. تطلع ده المبنى الرئيسي، ده المبنى الرئيسي في جامعة الصداقة، هتلاقيه موجود في العنوان الرودي ام، اكتب الرودي ام، مش لازم تعرف عنوان الشارع. ده مدخل المبنى الرئيسي بتاع الجامعة. نهضة شرف ان احنا نبقى ماشيين داخل جامعة الصداقة. الجامعة النهاردة حرفيا يعتبر فيها احتفال عالي جدا. الجامعة هنا كمستوى انا من حق ان انا اتكلم عليها بالقوة ديت، لان دي جامعة فعلا لا تقارن بالجامعات التانية. يعني دي ممكن تتقارن مع جامعات زي الجامعات الفدرالية في روسيا، زي مع جامعة ساتشينوف، جامعة سان بطرسبرغ، الجامعات ديت، لان دي جامعات عالمية. على فكرة من ضمن الكلام ان الدكتور احمد معانا بيدرس في جامعة سان بطرسبرغ. ايه رايك يا دكتور بالمدينه موسكو والصداقة؟ بالنسبه لي برضو كل واحد له وجهه نظر على حسب المكان اللي بيرتاح فيه كمدينه، ولكن كجامعه ما فيش اختلاف على الصداقه دي. طبعا زي ما قلت الصداقه من اقوى الجامعات، جامعه انا كان نفسي ادخلها ولكن ما فيش نصيب. ولكن عشان كده انصح اي حد بيدرس او جاي يدرس ومستواه المادي
يسمح له لازم تدرس في جامعه قويه، ما تاخدش نفسك وتروح جامعه مستواها ضعيف، لان انت بعد كده بتضيع فلوس وقت على الفاضي. جامعه زي دي برستيج عالمي لا تقل عن جامعه عين شمس والجامعات دي كمستوى تعليمي طبعاً. كمستوى تعليمي بعيدا عن ان دي ترتيبها اعلى بكتير طبعا. احنا كده تحديدا خلصنا جولتنا في جامعه الصداقه. فالجامعه الصراحه كانت جميله، فهي السعر بتاعها عامل 8500 دولار لو هتدرس فيها باللغه الروسيه، لو باللغه الانجليزيه عامله 9500 دولار. دي تحديدا دخلت المبنى الرئيسي، والجامعه فيها مباني كتير جدا. طبعا دلوقتي ماشيين رايحين توتشك باستوبلينيا رود اند، ده مكان التسجيل اللي موجود فيه الطلبه بيحتفلوا في المكان ده اول يوم بيدخلوا في الجامعه. طبعا الاحتفال النهارده غير طبيعي في جامعه زي جامعه الروديان، جامعة الصداقة، جامعة من أكبر الجامعات. طبعا الاحتفال فيها بيكون مختلف عن الجامعات التانية وعن المدارس وعن الكلام ده كله. طبعا جامعة بتضم أكبر عدد من الأجانب، بتضم أكبر عدد من الكليات اللي موجودة فيها. جماعة مدخل المبنى الرئيسي عامل إزاي؟ يعني أنا لو مشيت في الجامعة دلوقتي وصورنا كل المباني اللي موجودة فيها وكل التخصصات، مش هيكفينا 5-6 ساعات عشان نخش نصور كل الأماكن دي ونتمشى بس ما بين المباني اللي موجودة في الجامعة. طبعا في ميزة كمان هنا في جامعة الصداقة، ان جامعة الصداقة المكان بتاعها مميز في موسكو ومعروف، وموجود ما بين محطتين مترو، واحدة اسمها يوجا زابدنا والتانية اسمها البلايفا. طبعا الشارع اللي موجود قدام الجامعة كله مطاعم عربية ومطاعم تركية وكافيهات وحاجات للطلبة العرب والطلبة الأجانب، أكتر من إن هي مخصصة للطلبة الروس أو للروسيين اللي موجودين في المكان، لأن معظم اللي عايشين في المكان ده طلبة أجانب، وبالذات الطلبة العرب والأفارقة، لأن العرب هم أكتر ناس موجودين في جامعة الصداقة حرفيا في جميع التخصصات اللي متاحة فيها بعد الروس طبعا، لأن دي جامعة روسية. الساحة بتاعت الجامعة هنا ممنوع إن حد يدخن نهائي، ممنوع ممنوع. فهنا محددين اماكن ممكن ان انت تروح تشرب فيها سيجاره لو انت مدخن. طبعا الاماكن اللي بتبقى ورايا ديت بالظبط، تمام، هو كذا مكان احنا كده كده رايحين جوه هنخش، وبرده هصور بحيث تبقى كل حاجه ظاهره. الجامعه مش تخصصات طبيه فقط، هي الجامعه بتضم كل التخصصات. هي الدنيا بس شتت علينا في الشارع، فاحنا دخلنا اماكن هنا علشان ايه؟ لحد ما الدنيا تخلص شتاء ونخلص. على فكره المكان اللي احنا فيه ده برده تبع الجامعه، الجامعه محليه، مكان كبير جدا. احنا طبعا المبنى الرئيسي اللي كنا فيه دوت ده بيكون عليه كل الاوراق اللي الطالب بيخش يخلصها جوه والاوراق بتاعته. المبنى الرئيسي بتاع الجامعه، اي جامعه خاصه ليها مبنى رئيسي. طبعا هنا زي ما احنا شايفين وزي ما الدكتور احمد قال، ان الجامعه ما بتضمش روس وعرب فقط، الجامعه بتضم جنسيات من جميع جنسيات العالم. وهنا يعني اكتر حاجه قابلناها كمان الناس بتوع افريقيا كتير جدا في الجامعه هنا الصراحه. ولكن يعني ان انت هنا تتعب في الحياه هنا والمعيشه في موسكو، لا، هنا المطاعم متوفره بكل ما فيها، المطاعم العربيه والمطاعم الافريقيه والاوروبيه، يعني الاكل الحلال هنا متوفر بكثره كبيره جدا. يكاد اقول كمان الشخص اللي ما بيتكلمش روسي وانجليزي في المنطقه اللي احنا فيها ديت هيعرف يتعامل عادي، لان هنا نسبه العرب كبيره جدا، والمطاعم كل اللي فيها بيتكلم اللغه العربيه، يعني 90% منهم العرب اللي فاتحين مطاعم هنا. بالنسبه للمعيشه في الجامعه ديت، الجامعه ديت الطالب محتاج كم مصروف شهري عشان يعيش فيها؟ المدينه هنا مدينه موسكو معروف بطبيعتها ان هي غاليه، يعني الطالب علشان يقول المتوسط بتاعه اللي يعيش بيه كويس مش وحش ولا عالي، هو هنقول مثلا من 400 دولار ل 500 دولار. ولكن انا كوجهه نظر ان انا شايف ان هي ممكن تكلفه اكتر، ولكن موسكو هي موسكو بمصاريفها بحياتها، دي حياه ثانيه، دي مدينه ثانيه، دي العاصمه عموما اللي بياخد منها كل القرارات للجامعات الروسيه عموما، مش لجامعه او اثنين، من هنا بتبدا كل الكلمات. طبعا ده سكن من ضمن 14 او 18 سكن بالنسبه لجامعات الصداقه. ده السكن العاشر بتاع الجامعه اهوت. على فكره هنا منطقه السكنات بتاعت الجامعه فيها تقريبا 17 او 20 سكن الصراحه، انا مش عارف تحديدا، ولكن هي ليها سكنات كتيره جدا. السكنات بتاعت الجامعه هنا بتبدا من 800 روبل في الشهر لحد 17000 روبل.
السكنات بتاعتها كتيره، وعلى حسب كل واحد على حسب فلوسه السكن بتاعه مثلا بيدخل فيه. ولكن بطبيعه الحال موسكو غاليه، غاليه جدا. يعني كمعتاد ان انت تعيش في موسكو عموما، موسكو ما تعتبرش مدينه، موسكو تعتبر دوله لوحديها. هنا الطالب ده يحتاج لا يقل عن 500-600 دولار كمصاريف شهريه، ولكن يعني خلاص ما علينا في الوقت الحالي. ان انا دلوقتي واقف قدام السكنات، وان احنا خلصنا الفيديو بتاعنا من جامعه الصداقه. دوام التوفيق لكل الناس، السلام عليكم واشوفكم فيديو جديد.